أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نواصل طبعا وإياكم بقية الأخبار ونواصل أيضا في نقاشنا ونفتح طبعا محورا آخر والمتعلق طبعا كما أشرنا في بداية هذا الموعد الإخباري ببناء الوعي الفكري وتحصينه ضد التطرف والإرهاب، مسؤولية المؤسسات الدينية. يحضر معنا عبر المباشر من وهران أستاذ أبكر ولرمدو، رئيس رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل وعضو البرلمان التشادي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. أهلا بكم سيدي الكريم، أهلا بكم في الجزائر وشكرا لقبولكم طبعا هذه المداخلة. شكرا لكم سيد الكريم، لكن فقط للتسهيل البسيط، السيد أبو بكر ولار يعني رجع إلى الجزائر العاصمة منذ قليل، فأنا عضو أيضا في الرابطة معه، فإذا هنا أتكلم نيابة عنه ونيابة عن الرابطة. جميل. فأنا اسمي إبراهيم موسى سليمان من النيجر. أستاذ إبراهيم موسى سليمان هكذا، أئمة ودعاة سليمان من النيجر، أيوة، وأذو رابطة دعاة وعلماء وأئمة دول الساحل. جميل، مرحبا بك في الجزائر ومرحبا بك أيضا في قناة النهار أستاذ إبراهيم موسى. طبعا شهد المسجد القطب اليوم بولاية وهران، مسجد القطب عبد الحميد بن باديس، انطلاق طبعا فعالية المؤتمر الدولي الموسوم بالسلوك الحضاري الذي سيمتد لغاية 27 طبعا من الشهر الجاري، المنظم من قبل المجلس الإسلامي الأعلى. تناول طبعا دراسة آليات تجسيد السلوك الحضاري في واقع الحياة وكيفية ممارسة التعايش أيضا بالسلوكات الحضارية. لو تضعنا طبعا في البداية في صورة هذا الحدث. هذا الحدث حدث مهم جدا ويأتي في توقيت مهم جدا، وهو الحدث يعالج موضوع وهو موضوع عن الحضارة الإسلامية. لكن عندما نتكلم عن الحضارة هنا نتكلم عن الحضارة كسلوك، ولذلك جاء الموضوع السلوك الحضاري وليست مجرد حضارة نظرية أو أقوال، إنما نتحدث هنا عن الفعل، عن السلوك، سلوك الإنسان. هذا السلوك كيف يعني نقومه؟ وشارك علماء أساتذة وأئمة من ما يقرب من 40 دولة هنا في وهران وفي قاعة مسجد قطب عبد الحميد بن باديس، وكان الافتتاح بالأمس، واليوم باشرنا المداخلات وقدمت ورقات عديدة جدا حول السلوك الحضاري، وهو نتحدث هنا عن الوعي وعن الفعل وعن التعايش، لأننا بحاجة إلى هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات، يعني حتى نبرز يعني ما لهذه الأمة، الأمة الإسلامية والأمة العربية والأمة الأفريقية من سلوك يعني حضاري يمكن أن تقدمه للإنسانية جمعاء، ويمكن يعني أن يبرز ويصحح يعني ما يراد أحيانا أن يفرض علينا من بعض السلوكيات. فهنا يعني ليس بعيد عنكم عن القضية التي يعيشها العالم من أولمة وما إلى ذلك من محاولة لفرض نظام معين على العالم وفكر معين على العالم وسلوك معين على العالم. لا، إن كان نحن كمسلمين وكعرب وكأفارقة يعني لنا ما نقدمه بديل عن ذلك. جميل سيدي الكريم، في ذات السياق وفي سياق حديثكم أيضا نطرح الآن فكرة وقضية تحصين الأمن الفكري للمجتمعات المحلية، خاصة بالدول التي تعرف عدد من الأزمات والصراعات، سواء كانت صراعات الإثنية أو الأزمات الصراعات القبلية أو قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، طبعا يكون من خلال بناء الوعي الفكري. كيف هو واقع اليوم ودور المؤسسات الدينية في بلورة وصناعة الخطاب الديني المعتدل والوسطي داخل طبعا هذه المجتمعات خاصة التي تعاني من التطرف العنيف والإرهاب؟
أستاذ إبراهيم موسى، هل تسمعني؟ نرحب مرة ثانية بالأستاذ إبراهيم موسى، عضو رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل. طبعا كنا أتحدث قبل انقطاع طبعا الاتصال معكم سيدي الكريم حول ضرورة اليوم تحصين الأمن الفكري للمجتمعات المحلية، تحدث طبعا عن الدول التي تعرف عدد من الأزمات خاصة متعلقة بالصراعات الإثنية والقبلية والتطرف العنيف والإرهاب، أيضا يكون طبعا من خلال بناء الوعي الفكري كيف هو واقع اليوم ودور المؤسسات الدينية في بلورة وصناعة الخطاب الديني المعتدل والوسط داخل هذه المجتمعات. نعم سيدي الكريم، يعني هي هذه الرابطة، يعني رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، هي تعمل في هذا الإطار، ومنذ تأسيسها في عام 2009 كان هذا هو الهدف الذي أدى إلى إنشائها، وهو يعني تأمين الوعي الفكري للإنسان في هذه المجتمعات في الدول الساحل. هذه المجتمعات التي عانت كثيرا يعني في العقود الماضية، وما زالت للأسف تعاني حتى الآن بعض هذه المشاكل، خاصة التي تتعلق بهذه النزاعات المسلحة وبعض هذه الحركات الإرهابية التي جاءت وفرضت علينا في هذه المنطقة. وإيمانا من القادة في هذه الدول التي تكون يعني تكون هي التي هي أعضاء في هذه الرابطة، آمنت بأن الفكر لا يمكن أن يحارب إلا بالفكر، فإذا كانت هذه الأفكار المسمومة التي استطاع بعض الناس أو بعض المنظمات أو بعض الجهات بغرسها في عقول بعض الشباب عندنا في دولنا، ونحن نؤكد أن هذه الأفكار المتطرفة الفاسدة هي أفكار وافدة إلينا، لم تكن عندنا في العقود المادية، كانت شعوبنا شعوب مسالمة جدا، كان الناس معظمهم هذه الدول التي تنتمي إلى هذه الرابطة كلهم يعني ينتمون إلى هذا الدين الحنيف، وهو دين يدعو إلى التسامح، لكن للأسف يعني ربما أقول في العقدين الماديين وفدت إلينا هذه الأفكار المتطرفة، فلذلك سعت هذه الرابطة منذ تأسيسها إلى معالجة هذا الفكر وإلى تأمين الإنسان بصفة عامة، رجلا أو امرأة، شابا أو كبيرا، كلهم إلى تأمينهم وتوئيتهم والأودى إلى ديننا الإسلامي الحنيف بما يدعو إليه من روح التسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف والإرهاب والعنف. فهذه هي يعني الأعمال أو الأنشطة التي تقوم بها هذه الرابطة من خلال تنظيم ورش عمل من وقت إلى آخر في هذه الدول الأعداء، ومن خلال أيضا ما يقوم به الأعداء الذين يمثلون الرابطة أيضا كأئمة ودعاة وأساتذة جامعيين وهكذا، كل يحاول قدر الإمكان أن يؤدي ما يمكن فعله حتى نعالج هذه القضية، قضية الراديكالية والعنف والتطرف. جميل، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم موسى، عضو رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، على هذه المداخلة وعلى الأفكار المطروحة أيضا، ونتمنى لكم طبعا التوفيق في هذا الحدث الدولي الذي تحتضنه ولاية وهران.